الآن نمر إلى التصريح الصحفي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي على اختيارها الجزائر كأول محطة لها في إطار زياراتها الثنائية خارج إيطاليا. إن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى 20 لإبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين الجزائر وإيطاليا. ويجدر في البداية أن أنوه بمستوى العلاقات الاستراتيجية وبالمجهودات المبذولة خاصة في السنتين الأخيرتين لتعزيز الشراكة بين البلدين والرفع من حجم المبادلات التجارية التي حققت في مدة قصيرة نتائج معتبرة، حيث بلغ حجمها 16 مليار دولار سنة 2022 بعدما كان حجمها 8 ملايير دولار في سنة 2021، وهو مؤشر يجسد التقارب والمقاربات التي اعتمدناها لبلوغ ديناميكية متصاعدة في مجالات التعاون المتعدد. وبهذه الخصوص جددت للسيدة ميلوني حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممول موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا الأمر بالنسبة للاستثمار الصناعي بإيطاليا في الجزائر. أما فيما يتعلق بالوضع على الساحة الدولية، فقد عبرنا عن انشغالنا البالغ إزاء تعدد بؤر الصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين وأدت إلى أزمات مقلقة لها تداعيات سلبية على الأمن الغذائي وخاصة في القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أبدي ارتياحي لتطابق وجهات النظر حول ضرورة الالتزام بالعمل سويا من أجل المساهمة في إحلال الأمن والسلم على وجه الخصوص في منطقتنا المتوسطية. ومن جهة أخرى، فإن ما لمسته لدى رئيسة الوزراء السيدة ميلوني من مواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية يترجم التقارب الكبير في الرؤى. فبالنسبة للأزمة الليبية، أكدنا على ضرورة التوصل إلى حل توافقي أساسه تنظيم الانتخابات ودعم مسار المصالحة الوطنية الليبية في إطار الحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة. أما عن الوضع في مالي، فشددنا على وجوب التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر وعبرها عن الإرادة المشتركة للتنسيق في مسعى موافقة ومرافقة الإخوة في مالي وتمكينهم من الدعم السياسي والمالي من طرف المجتمع الدولي، بما في ذلك عبر تعزيز دور البعثة الأممية لمينيسما. وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أنوه بالموقف الإيجابي
والمتوازن لإيطاليا الداعي إلى إيجاد حل عادل لهذه القضية في إطار ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة وبما يمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة. ومن هذا المنطلق فقد تم الاتفاق على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ديمستورا والبعثة الأممية من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية. فيما يخص القضية الفلسطينية فقد أكدنا الموقف الثابت والمبدئي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته في الدفاع عن حقوقه المشروعة من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكدنا على ضرورة حمل الاحتلال الإسرائيلي للانصياع لقرارات ولوائح الأمم المتحدة ووقف الانتهاكات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من الاعتداءات المستمرة. ونحن نتطلع هذه السنة لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. وعلى العموم فقد مكنتنا هذه الفرصة من تقييم وتثبيت مشاوراتنا حول العديد من القضايا الهامة وإضافة مكاسب جديدة للنتائج التي حققناها في طريق توسيع وتكثيف التعاون بين البلدين الصديقين. ومن الخطوات التي ستضاف اليوم إلى حصيلت والتي أضيفت هو التوقيع بمناسبة هذه الزيارة، زيارة السيدة الرئيسة ميلوني، على عدة اتفاقيات تشمل حماية البيئة والتنمية المستدامة وترقية الاستثمار في مجال الصداقة. وأخيرا أشكر السيدة رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني على هذه الزيارة لتدل على صداقة عريقة بين إيطاليا والجزائر، وأتمنى لها إقامة طيبة بيننا. شكرا. Dunque buongiorno, io ovviamente voglio ringraziare il presidente تبون الرئيس تبون والوزير الأول والحكومة بأسرها على هذه الضيافة والاستقبال الرائع خلال هذه الزيارة التي ليست من قبيل الصدفة أنها أول زيارة لي ثنائية أقوم بها في أفريقيا الشمالية والتي تقوم بها الحكومة الجديدة التي أراد أن تقوم بها الحكومة الجديدة لتظهر مدى أهمية الجزائر بالنسبة لإيطاليا كشريك موثوق وشريك مهم من الناحية الاستراتيجية. هذه الزيارة كما قال الرئيس تبون تأتي في مناسبة مهمة وهو الذكرى السنوية 20 للتوقيع على معاهدة الحسن الجوار والتعاون والصداقة التي وقعت في 27 من يناير 2003 هنا في الجزائر العاصمة بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لقد أردنا أن نحتفل بهذه المناسبة الهامة من خلال التوقيع على إعلان مشترك يسلط الضوء على أهمية العلاقات الممتازة بيننا، ونريد أن نقول أيضا أننا لا نريد التوقف عند هذا الحد، نريد أن نختبر هذه العلاقة في مجالات جديدة من أجل تعزيز هذا التعاون في مجال الطاقوي، في المجال الاقتصادي والثقافي والسياسي. إيطاليا تنوي أن تحقق مع الجزائر شراكة يمكن أن تسمح
للبلدين بأن يغذيا آفاقهما للمستقبل فيما يتعلق بالنمو والتقدم، أيضا من خلال بناء جسور بين الضفة الجنوبية للمتوسط والضفة الشمالية لهذا البحر، والإسهام في تحقيق استقرار هذه المنطقة التي مهمة جدا بالنسبة لإيطاليا وأوروبا، وهي استراتيجية جدا بالنسبة لنا. نحن نعتبر أن الجزائر هو شريك بالغ الأهمية فيما يتعلق بخطة ماتي لأفريقيا، هذا المشروع الطموح الذي أطلقته هذه الحكومة، ويرتكز إلى نموذج من التعاون على قدم المساواة مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط من أجل تحويل العديد من الأزمات التي نجدها أمامنا اليوم إلى فرص وإمكانات جديدة. إنه هذا ما فعلناه في الفترة الماضية، حققناه بفضل علاقاتنا الجيدة، أطلقنا عليه اسم خطة ماتي لأفريقيا لأن أعتقد أنه يشرح عما نتحدث. نحن صباح اليوم زرنا الحديقة التي تحمل اسم هذا المواطن الإيطالي الهام إنريكو ماتي، الذي مما لا شك فيه لعب دورا هاما ليس فقط في تنمية هذه الأمة بل أيضا في استقلالها وتحريرها وحريتها. إنه نموذج للتعاون الذي نحن نريده، نموذج لهذا التعاون الذي يسمح للطرفين والشريكين بتحقيق التعاون بشكل يرضي الجانبين ويسمح بالنمو وتحسين تحسينهما. اليوم تعلمون أن الجزائر هو المزود الأساسي للغاز بالنسبة لنا، تعاوننا الطاقوي يشمل أيضا عملية الانتقال الطاقوي والطاقات الجديدة المتجددة. صباح اليوم تم التوقيع على اتفاقين بين إيني الحاضرة بسيد ديسكالسي الرئيس التنفيذي وشركة نظيرتها الجزائرية. هذا الاتفاق يرمي إلى تسليط الضوء على الخطوات الواجب اتخاذها من أجل الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، هذا يعني من أجل العمل على النمو، وهذا النمو ينبغي أن يكون مستداما كي نسير في الاتجاه خصوصا على الصعيد الأوروبي الذي نريده. وبالطبع هناك هدف زيادة الصادرات الطاقوية من الجزائر إلى إيطاليا وبالتالي من الجزائر إلى أوروبا من خلال دراسة إمكانيات نقل الغاز الموجود وتحقيق أنبوب غاز جديد يسمح أيضا بنقل الهيدروجين ونقل خط الكهرباء تحت سطح البحر وأيضا الغاز المسال. هذه الآلية والاستراتيجية الطاقوية التي نحن نبحث سويا على الإمكانات والحلول المتاحة أمامنا لمواجهة أزمة الطاقة الموجودة أمامنا. بالطبع تعاوننا لا يتعلق فقط في المجال الطاقوي، الجزائر هو أول شريك تجاري بالنسبة لنا في أفريقيا، ونحن إيطاليا أول من زبائن الجزائر. نحن نرى هنا ضرورة في تنوع هذه الشراكة وتعزيز أشكال جديدة من التعاون في مجال البنى التحتية، الاتصالات، في مجال الطب، الصناعة. واليوم تم التوقيع على اتفاق بين اتحاد الصناعيين كونفيدوستريا و كريا، وهناك الرئيس بونومي حاضر معنا هنا اليوم من أجل تعزيز شبكة الشركات الإيطالية في الجزائر والشركات الجزائرية في إيطاليا، وهذا يسير بالطبع في هذا الاتجاه. هناك مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين وكالة الفضاء الإيطالية وبحضور سيد ساكوتشا رئيس ساكوتشا ونظيرتها الجزائرية فيما يتعلق باكتشاف الفضاء والتكنولوجيات المطبقة في المجال الفضائي وعلوم الأرض. هذه التفاهمات كلها جاءت نتيجة اتفاقات مؤسساتية تم التوصل إليها في عام 2022. هناك مجالات عديدة من التعاون الممكن بيننا، ونحن بالطبع نريد أن نستكشف كل هذه المجالات
لأن الصداقة الرائعة والتعاون القائم بيننا والتي سمح لنا بأن نتعرف على بعضنا بشكل أفضل. الأشخاص الحاضرون هنا يعملون هنا يعرفون جيدا هذه البيئة التي يعملون فيها، وهذا أيضا ينطبق بشكل متبادل بالنسبة لنا، وهذا مورد كبير بالنسبة لنا، علينا أن نستفيد منهم. بالطبع كما قال الرئيس تبون، حوارنا الطويل كان أيضا مناسبة للحديث عن السيناريوهات الدولية، بدءا بالطبع من مسألة أفريقيا الشمالية واستقرار ليبيا والوضع الحساس الموجود في مالي حاليا ومنطقة الساحل بأسرها. هناك زعزعة استقرار متنامية التي تثير قلقنا. تحدثنا عن تونس، تحدثنا عن سيناريوهات مختلفة، تحدثنا أيضا كما قال الرئيس تبون عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إيطاليا تؤكد أن هناك لابد من التوصل إلى حل الدولتين، إنه الحل الوحيد الممكن، حل تفاوضي بين الطرفين يندرج ضمن المعايير التي يحددها القانون الدولي بشكل يضمن السلام والاستقرار في المنطقة. نحن بحاجة إلى هذه اللحظة التاريخية، إلى مواجهة الأوضاع الصعبة على الصعيد الدولي المطروحة أمامنا، وعلينا أن نبني المزيد من الجسور قدر المستطاع. هذا ما نفعله اليوم مع الجزائر، وهذا يؤكد هذا الجسر الرائع التي أقامته إيطاليا خلال هذه السنوات الماضية والجزائر ساهمت في بنائه، ونأمل أن يكون يعود بالفائدة على أوروبا كلها، خصوصا فيما يتعلق بعملية التوريد الطاقوي. شكرا جزيلا لفخامة الرئيس، شكرا للوزراء، شكرا للحكومة الجزائرية على هذه الضيافة الرائعة وعلى هذه الصداقة الممتازة.